الخير، زي ما احنا متعودين كل اسبوع في نفس الميعاد مع برنامج كل الناس نيوز. قد ايه النهارده والاسبوع ده انا كنت سعيد جدا بخبر اسعدني، والخبر ده انتوا اكيد مشاركيني فيه لان كان ليكوا دور كبير جدا في النجاح اللي احنا وصلنا له، ان اداره القناه اتصلت بينا انا والفنانه سوسن ربيع وهنتنا ان برنامج كل الناس نيوز افضل برنامج في قناه الصحه والجمال ل 2019. الحمد لله. الحمد لله. طبعا هو احساس جميل اولا، وطبيعي انا بشكر الحقيقه، مش بس بشكر القناه وبشكر القائمين على القناه وبشكر القائمين على البرنامج اللي بيتعبوا معانا وهم ورا الكاميرا، الحقيقه من اخراج وتصوير واضاءه وصوت، كل الحقيقه اللي تعبانين في البرنامج ده احنا بنقدم لهم الشكر لانهم جزء كبير من نجاح البرنامج. يعني انا بشكر طبعا بشكر القائد الاستاذ محمود العوامري والاستاذ عطله نصار والاستاذ عبد الله الشريف، ويسعني الشكر طبعا ان انا اشكر الدكتوره غدير الصالح رئيس مجلس اداره مجله كل الناس نيوز. انا بشكر كمان كل اللي شاركونا في التقديم. الحقيقه بنشكر طبعا نيفين حسن واميره فراج وكل ضيوفنا اللي كانوا معانا وكل اللي شاركوا معانا في الحلقات اللي فاتت، يعني حتى كمان فريق الاعداد اللي شارك معانا اللي كانوا موجودين معانا متواجدين معانا. انا فعلا كل ده فريق العمل بالكامل اللي ادى الى نجاح هذا العمل، لان في جيش، في فريق كامل، في اداره، في مصورين، في اضاءه، في ناس بتتعب قوي قوي قوي. يعني احنا قبل ما نطلع الهواء في نص ساعه من شباب من مبدعين ورا الكاميرا هم اللي بيخرجوا الصوره الحلوه اللي انتم بتشوفوها، واعداد بيخرج لنا المنتج اللي احنا بنقدر ان احنا نحاول ان احنا نرضيكم بيه. طبعا انا عايز كمان، عندنا فرحه تانية النهارده، خطوبه الدكتور محمد رفاعي على الدكتوره هدير حسن، دي خطوبه ابن الفنانه سوسن ربيع. ابني ان شاء الله. الله يبارك فيك. الف مبروك. الله يبارك فيك. هنبتدي حلقتنا النهارده بقى في موضوع يهمنا كلنا. احنا الحقيقه النهارده معانا الدكتور محمد عمران، دكتوراه في الإدارة التربوية والإرشاد الأسري، والدكتورة سمر سليمان، دكتوراه في علم النفس التربوي. النهاردة احنا بنتكلم عن سلوكيات الطلبة في المدارس، بنتكلم عن كل السلبيات اللي بنشوفها من الطلبة، ايه أسبابها وازاي نعالجها. فاحنا معانا ناس بقى متخصصة، والنهاردة نعرف منهم ازاي نعالج كل السلوكيات السيئة اللي بين الطلبة في المدارس، او الظاهرة اللي احنا بنطلق عليها يا محمد ايه؟ التنمر. التنمر. طبعا هنبتدي بالدكتور. اتفضل يا دكتور. يعني احنا اولادنا لما بيروحوا المدرسة، الاب والام المفروض ان هم ليهم دور قبل الطفل ما يروح المدرسة. تمام. ايه دور الاب والام كبداية قبل ما الطفل يروح المدرسة ويبتدي ان هو يختلط بمجموعة من الأطفال وسلوكيات مختلفة؟ نعم، أولا أنا سعيد بكم ومش عارف أعبر عن فرحتي لكم صراحة، فجزاكم الله كل خير والمشاهدين أيضا. أما بالنسبة للأب والأم فهم قدوة. تمام. فغياب القدوة في البيت ده بيأثر على العيل الطفل الصغير ده، فواجب على الأب والأم إنهم يعتنوا بالطفل أشد اعتناء. ليه بقى؟ ابنك ده هو امتداد لك، لو لم يكن ولدك كما تحب فأنت كده إيه؟ أصبحت يعني بعيد كل البعد عن ابنك. طبعا. فلازم تكون قريب منه، لازم تكون قريب منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام، ابنك هو خطك، ابنك هو زادك، فيما معنى الكلام إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو إيه؟ ولد صالح يدعو له. فإحنا أهم حاجة عندنا إيه؟ الإبن ده، الثمرة دي. الطفل يا جماعة، الطفل عامل زي الوردة، عايز حد ينميه، عايز حد ياخد بإيده الشوك اللي حواليه منه. أنا أشيل الشوك ده من حوالين الوردة دي ليه؟ عشان تطلع ثمرة ناضجة، ثمرة جميلة جدا المجتمع يستفيد منها. فده الواجب على الأب والواجب على الأم، إنهم يعتنوا بيه أشد اعتناء في كل النواحي.
الناحية النفسية، الصحية، التربوية، في كل النواحي. طبعا. فأنت قدوة في البيت، والأم أيضا كذلك قدوة برضو في البيت. طبعا. فلابد لهم أنهم يكونوا إيه؟ طبعا يعتنوا بالابن أشد اعتناء. طبعا. بس نعم. بعد الأب والأم الطفل هنا بينتقل لمرحلة المدرسة. نعم. وهي دي المشكلة، هو خرج دلوقتي بقى من عباءة والدته ووالده، ومهما كانت التربية أو الرقابة. نعم. عليه أو كده، بينتقل لمنطقة تانية خالص، سلوكيات مختلفة، مدير مدرسة، مدرسات، مدرسين، طلبة، زملاء، هنا الجو المحيط به مختلف. هنا ازاي نقدر نسيطر ونخلي سلوكياته، وهنا ترد علينا بقى الدكتورة. نعم. ازاي يا دكتورة نخلي سلوكياته زي ما احنا عايزينها وربناه عليها في بيتنا؟ هو مبدئيا برضو في سلوكيات كتير جدا بتبدأ من الأسرة، لأن الطفل عند سن 4 سنين بتبتدي تكتمل شخصيته. لازم أنا كأم أربي ابني على قوة شخصية من هو صغير، لازم أزرع جواه ثقته بنفسه، بحيث ان هو لو قابل اي حاجه في الدنيا يقدر يعني ياخد حقه زي ما احنا بنقول كده بالبلد، يعني يقدر يواجه، ما يبقاش خايف وضعيف ولا انا مثلا منطوي في فصلي عشان خاطر ما اتضربش. بس هو ما ياخدش حقه بايده برضه. لا مش بايده، انا بعلمه قوه شخصيته. لا مش بايده طبعا، اكيد انا بعلمه يعني انت ازاي تقدر تاخد حقك بدون اي ايذاء للطرف الاخر، انت بس حريتك تقف عند حريه الاخرين. صحيح. تمام. فانا علمته في البيت مثلا، او يعني ربيته باسلوب تربوي معين بيعتمد مثلا على القسوه، فخلاص انا هفضل منطوي في الفصل كطفل. يجي اي مثلا زميل ليا يضربني او اي بقى اعتداء عليا ايا كان، خلاص انا خدت الجانب اللي هو اللي انا شايفه في البيت القسوه، ببقى منطوي، فانا اوكي خلاص انا كده كده منطوي. يمكن ده سبب من اسباب الانطواء عموما. بالفعل يعني ده سبب من اسباب القسوه في التربيه، ويعني التطرف اليميني او اليساري، يعني قسوه في التربيه او التدليل الزائد. الاثنين يعني دمار فعلا للاسره وللطفل ولشخصيه الطفل، فعلا حاجه صعبه جدا. يعني بتطلع الطفل اللي عندك ده حاجه يعني خلاص، هو يا اما منعدم الشخصيه خالص، يا اما شخصيه متعجرفه مسيطره سايكوباتيه. فالدنيا بتبقى يعني يا يمين يا شمال، ده كده مش صح خالص. يعني الوسطيه في كل شيء افضل طبعا. هو الضرب عامه مش كويس. دكتور انا ضده الضرب ده على فكره. نعم. دلوقتي لو ده قلنا ده دور الاسره، فدور المدرس بقى. المدرس كالاب طبعا. تمام. ده لازم يعرفها المدرس ويعرفها حقيقه، يعني ان هو فعلا دوره هناك اب. انا سبت ابني امانه عندك في المدرسه، سبت بنتي عندك امانه في المدرسه، تتعامل معاها انت كاب مش تتعامل كمدرس. بس المدرس بس في بعض الاحيان مظلوم، لانه بيتعامل مع عدد كبير من الطلبه، والطلبة اللي قدامه كل واحد بسلوكيات مختلفة، كل واحد بثقافات مختلفة، فإزاي هو يقدر يدير هذه؟ لابد أن يكون شخصيته قوية. طبعًا. ده أول حاجة. طبعًا. ويكون قدوة. يعني الواحد بيشوف سلبيات، مع احترامي ليكوا يعني واحترام المدرسين، الهزار اليامة مع الطالب ما ينفعش. عدم التفاتك ليه ما ينفعش، إهمالك ليه في الفصل برضه ما ينفعش، ده واجب عليك انت. يبقى انت كده اب محتوي البيت كله، محتوي الفصل كله. طبعا. عارف ده ايه؟ يعني تحضرني ما في مره مشكله، طالب منطوي في الفصل. طبعا. والله ما كان بيتكلم ابدا، واهله بيعانوا، الولد على طول قاعد مش بيتكلم خالص، ليه مش عارفين ايه السبب. طبعا. احد المدرسين دخل الفصل وعطله يعني نبذه كده، شجعه انه يتكلم. طبعا. قال لهم ايه رايكم لو انت اتكلمت كده مع اصحابك كده واتحركت، انا هدي لك حصه العاب. انت عارفه طبعا الطالب بيحب حاجه اسمها العاب، يحبوا النشاط بالظبط، يحبوها جدا. فوالله تاني يوم على طول نطق، وكانت الحصه بتاعته حصه لغه عربيه. فقال للمدير، قال له انا عايز انزل العيال كلها الفصل، لان وعدتهم ولازم دي برضو يكون انك انت الكلمه اللي انت بتقولها تنفذها. تلتزم. برضو ده كلام برضو موجه للاباء والامهات، ما ينفعش انا اكذب على ابني. طبعا. لانك انت قدوه في البيت، راعي النقطه دي جدا. يعني انت لو وعدت وعد لازم تنتفي بيه، عشان ما تعودوش على انك انت ايه مخالف للوعد وانت مثلا كذاب. لا، لازم تكبر فيه في نظر ابنك. هو ما ينفعش تكذب عليه وتكذب معاه. الله ينور عليك. تكذب معاه. صحيح. طبعا. نعم. لا بس المدرس هنا دلوقتي ازاي ممكن، اما هو بيدي دروس خصوصيه. نعم. ده هنا بيقلل من وجهه نظري من احترامه الطلبه ليه. انا معاكي في هذا، لان خلاص انا اخدت عليه، انا بدفع له فلوس، انا بيجي بيتي،
هنا اصبح ان انا ما بقتش احترمه. تمام. برضو الاسره جميلة ليها فعلا. نعم. الاسره برضو ليها دور في الحته دي، ان الاسره نفسها اهدرت قيمه المعلم، بقت بتتكلم مع الطالب على ان احنا ده شغال عندنا، بس المعلم اللي اهدر قيمته. نعم. هي مش الاسره، هو اللي اهدر قيمته المعلم. دكتوره هي الاسره ولا المعلم؟ لا، هو في جزء من ده وجزء من ده، يعني في سلبيات برضو بتحصل من بعض المعلمين. لما انا مثلا كمعلم ثانوي يطلع الطالب من عندي يكون مثلا قاعد على كافيه او حاجه وانا قاعد جنبه، سوري يعني في السلوك، في السلوك اللي هقوله، بس يعني هو بيشرب شيشه وانا كمعلم جنبه بشرب شيشه، يبقى انا كده ايه يعني؟ انا كده اهدرت قيمتي قدامه خلاص. خلت هيبته خلاص. زي الدكتور ما كان بيقول من شويه، لازم المعلم يكون قدوه. بالظبط. فما يعني المفروض ان انا بشوفه دايما في 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 اجمل الصور. تمام. بالظبط. بينطق احلى الالفاظ، بيلبس اشيك الحاجات، بيتكلم بالزبط. بيعمل تصرفات، لانه هو طول ما انا بحب المدرس طول ما انا بقلده كانت ليه هيبه. تمام. بالظبط. ولذلك احمد شوقي كان بيقول ايه؟ قم للمعلم وفيه التبجيله، كاد المعلم ان يكون رسولا. تمام. تمام. اعلمت اشرف او اجل من الذي يبني وينشئ انفسا وعقولا. فالرساله دي للمعلم، انت ايها المعلم بيتخرج من تحت ايدك الدكتور المحامي كل المهن، الضابط المهندس. تمام. كل المهن انت اللي بتخرجها، فانت احسن حاجه واحسن مهنه خدتها انك انت دكتور، انك انت دلوقتي معلم. معلم. تمام. فواجب عليك بقى انك انت تستخدم دي فعلا. تستخدمها ازاي؟ اكون راجل بمعنى الكلمه. تمام. اكون امراه بمعنى الكلمه، اعرف اربي، اعرف اسيطر، اعرف اكون قدوه في كل حاجه، ما اقلش من هيبتي. طبعا. ما قلش من قدر، ومش انتقم كمان من الطلبه. نعم. في الفصل يعني انا لما حد انتقم او انا ابقى جايه زعلانه من عندي مشاكل في البيت. نعم. اطلع كل مشاكلي في الطلبه، هم ما لهمش ذنب ان انا مخنوقه او متضايقه واجي انفس فيهم يعني. نعم. دكتوره ايه الظواهر الجديده او الظواهر اللي موجوده حاليا في المدارس اللي يجب على كل المدرسين وكل ما يخصه في التربيه والتعليم انه نلاحظها ونعمل عندها ستوب؟ وجهه نظري اهم حاجه التنمر. التنمر وجهه نظري كده، لانه فعلا يعني احيان كتير جدا بيصدر من المدرسين نفسهم بعض الالفاظ، انه مثلا ايه على سبيل الدعابه حتى، انه ينعت الطفل الفلاني ده مثلا بالتخين بالقصير كده، فتلاقي اصحابه في البريك بتاعهم بينزلوا يقولوا له كده. تمام. فطبعا تمام. يعني وخلاص بقى هم ليهم سلطه او يعني مسنودين ان المستر بتاعنا او المعلم بتاعنا قال كده. بالظبط. فهم ليهم سلطه في كده. برضو شايفه ان هو حته قله الثقه بالنفس للطلبه ديها طبعا كذا كذا محور يعني او كذا سبب، بس دي برضو من ضمن الاسباب اللي بتخلي الطلبه قاعدين في الفصل اللي هو ايه يعني عادي انا كده كده ماليش قيمه ماليش كيان اصلا. عدم التشجيع يعني مثلا. تمام. او ان هو يقلل منه. نعم. يا فاشل انت فاشل. انا ماليش قيمه اصلا فعادي يعني مش مشكله الحصه يعني فهمت ما فهمتش الحصه عدت، المهم بس انا بقضي وقت وخلاص في المدرسه. دكتور ايه يحضرني دكتور كلمه الدكتور احمد زويل. تمام. لما بيسالوه بيقولوا له ايه اللي وصلك للدكتوراه دي واللي انت وصلت ليه؟ قال كلمه جميله جدا، قال له امي كانت دائما وابدا تناديني وتقول لي يا دكتور، فنشأ على كده. فانت كأم او انت كأب او انت كمعلم واجب عليك ترفع من قدر هذا ابنك. صحيح. بنتك انا دي يا مهندسه يا دكتوره كده. لكن على راي الدكتوره سوسن بتقول لا ما ينفعش دلوقتي اقول له يا فاشل يا كذا يا كذا، بحطم من نفسياته وبولد فيه برضه حاجات عقد نفسيه. تمام. في نقص عنده كده. ما خلاص انا فاشل. فاشل بقى. خلاص بقى يعني عايزين مني ايه؟ انما لما اديله دكتور او مهندس بيعلو. نعم. صحيح. ده حقيقي. دكتوره يعني بعد كده يعني لو قلنا الظواهر اللي موجوده حاليا علاجها. في حاجات بقى كتير يعني من كل الجوانب يعتبر. طبعا. مفترض يتعمل مثلا برنامج تربوي من اداره المدرسه، من ثقافة المجتمع في الإعلام طبعا الكلام ده كله، من الأسرة كمان، يعني يكون حاجة مترابطة بنربط بيها كل الأطراف. نبتدي بقى ننشر فيها وعي، أبتدي أخد طبعا إحنا عندنا ضحيتين، المتنمر والمتنمر. المتنمر والمتنمر عليه. تمام. الاثنين ضحية. طب أنا هاخد واحد واحد وأعالجه. المتنمر ده أنا هعمل له برامج تعديل سلوك، سواء بقى بتعزيز بقى إيجابي، سواء بتعزيز سلبي، سواء بقى بإطفاء الفعل زي ما يكون يعني. طبعا. تمام. أو إطفاء السلوك. التاني أنا هبتدي أزرع جواه
قوه شخصيه ابتدي ازرع جواه ان انا اعلمه مثلا رياضات للدفاع عن النفس، ان انا لو حصل لي اعتداء جسدي اعمل ايه، فانا لو متعلم رياضه كويسه اقدر ادافع بيها عن نفسي. ابدا بقى ازرع فقه بقى ايه، او يعني اعلم اللي هو المتنمر عليه دوت حته ان هو يبقى قادر ياخد حقه. امتى اقول اه وامتى اقول لا؟ توكيد مهاره توكيد الذات او توكيد الحقوق يعني. ده بقى يعني هيدفعنا خلاص ان ده هيبقى قادر ياخد حقه المتنمر عليه، والمتنمر هيبقى نوعا ما اخذ وعي يعني ايه حقوق الاخر ويعني ايه اقدر اتعامل مع الناس، فبالتالي المنظومه كلها هتبقى كويسه هتتصالح يعني. طبعا. اعلام طبعا ليه دور قوي جدا. نعم. افلام العنف، العاب العنف طبعا بتولد العنف فعلا. الطفل بيشوف بيلعب العاب يعني السن تقريبا مثلا من سن 8 سنين او 7 سنين كمان دلوقتي لحد مثلا يعني يمكن 20 سنه بيلعبوا العاب يعني صعبه جدا. اه ده حقيقي. كمان الاب والام يا دكتور لو دلوقتي جه ابنهم حكى لهم حكايه حصلت له في المدرسه وراحوا المدرسه ماشي، اول حاجه بيعملوها انه بيدخلوا يهاجموا على ان ابنهم الكلام اللي قاله ده هو صادق فيه، وعارفين ان ابنهم ما بيكذبش. نعم. مع العلم ان ممكن يبقى الولد مألف قصه ملهاش علاقه خالص بالحدث اللي حصل. نعم. وبيدخلوا على طول لا ابننا ما بيكذبش، ابننا احنا واثقين او بنتنا او كده. بعد شويه لما بيسالوا بقيه الزملاء في الفصل وبيعرفوا الحقيقه بيقعدوا بقى يعتذروا ويندموا، بس بيكونوا اخطاوا في الاول انهم في حق المدرس وفي حق اولادهم، لان لازم نبقى فاهمين ان الطفل احيانا خياله واسع. نعم. مظبوط. لا ده صحيح فعلا. وبعدين خطا كبير من الاب ومن الام لما يعني تخطا معلم ابنك قدامه. تمام. دي من الجرائم، ما ينفعش. ما ينفعش. ايوه. ان انا اخطا يعني ابني كده يعني معلم اخطاه قدام ابني؟ لا طبعا. او اقلل من احترامه او اهينه قدام ابني؟ انت كده ولدت في الولد كده خلاص بقى ايه، ان هو لو اي حاجه قالها لك هتصدقيه رغم ان هو كذاب. حتى لو الابن صادق برضو اعاتب المدرس اللي مثلا اخطا في حقه او كده بيني وبينه مش قدام الولد، مش قدام. اشوف ايه الخطا، ممكن يكون خطاه يعني مثلا عقاب المدرس للابن لحاجه معينه من حقه يتعاقب عليها فعلا او صدر منه امر معين بس. طبعا. فده واجب عليه يعني. يعني من هنا احنا عايزين نقول ان 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 دور المدرس ودور الاب والام في البيت ان هم الولد المتنمر او المتنمر او اللي بيتنمر او يبتدوا ان هم يتريقوا عليه يجب انه يكون في دور مهم جدا ايا كان ابني ده او ده. تمام. فاكيد الخلاف الفرق ما بين الاثنين كبير جدا ان الاب والام يتعاملوا معاه. اه طبعا طبعا كبير. ازاي نقدر ان احنا ننصح الاب والام في يتعامل مع الحالتين لو ابني بالشكل ده او الشكل ده؟ طيب يمكن لو ابني متنمر انا هبتدي كاسره او يعني كحد بقى ايه فاهم اكتر في علم النفس يعني. تمام. يبتدي وعي الاسره ان انتوا مفترض ان انتوا تخفوا اسلوب الاسوء او المفروض يتمنع اصلا. تمام. اسلوب الاسوء اللي الولد بيتعامل بيه. تمام. نقلل من عنده طبعا كميه الالعاب اللي انا اتكلمت عليها من شويه. تمام. العاب العنف والكلام ده كله احاول ان انا ازرع جواه الاخلاق الحميده، اقول له لا خلي بالك مثلا ده صاحبك او ده اخوك، صاحبك ده يعني زي اخوك. تمام. تقف جنبه وتساعده كده يعني. تمام. لو حصل لا ثواني بس اقول بس النقطه ده. لو حصل ان انا شفت ابني بيتنمر على حد. تمام. مفترض ان انا اعمل حاجه اسمها اطفاء الفعل. تمام. او السلوك دي بعملها ازاي؟ ما بخليش الطرف الثاني يعيط مثلا. لان كده المتنمر حس باللذه او بالنشوه ربط الفعل بتاعه ده بحاجه ايجابيه. طبعا احنا اي حاجه بتشعرنا باللذه او بالسعاده خلاص اوكي جميله وبنتعود عليها وكده بطفيها بالظبط. فانا لازم اطفي عنده النقطه دي. تمام. طيب المتنمر عليه ازرع بقى جوه حاجات كتير جدا زي حته الرياضات اللي قلت عليها من شويه، الدفاع عن النفس، توكيد الحقوق طبعا مهمه جدا بالنسبه له. ازاي اقدر اتعامل بقى، ابتدي اعلمه بقى انماط الشخصيات اللي قدامك. تمام. انت الشخصيه دي تتعامل ازاي ودي ازاي، ازاي تقدر تحمي نفسك من اي حد غريب. طبعا. كان زمان امهاتنا احنا كانت تقول لنا مثلا ايه يا بنتي ما تقعديش على رجل بابا وده بابا، فانا ببقى مستغربه ماما طب ده بابا يعني ايه المشكله، فتقول لي لا البنت المؤدبه الشطوره هي بتحميني بطريقتها على فكرها. تمام. فده اللي احنا برضو لازم نعلمه لاولادنا دلوقتي، احميك بالطريقه اللي انت بقى اللي تحمي نفسك عشان انت اللي في قلب الحدث مش انا معاك يعني.
دكتور نصيحة بقى تقولها لكل اللي بيسمعونا النهاردة من مدرسين ومن أب وأم بيسمعونا من الأسرة. النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، واجب على الأب والأم والمدرسين أيضا كل الناس إنهم يقتدوا ياخذوا مثلهم الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المثل الأعلى في كل شيء الأنبياء. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الرسالة دي يعني لكل أب لكل أم لكل برضو معلم. طبعا. والكل برضو طالب والكل ابن. قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرا. رب وصلى الله وسلم وبارك عليه. نعم. سوسن النهاردة الحلقة بجد أنا حاسس إن كان موضوع مهم لازم نتكلم فيه. طبعا طبعا، لأنه طبعاً. إحنا داخلين كمان أجازة نص السنة هتنتهي وبداية الدراسة الترم الثاني. نعم. ومهم جدا إن إحنا نحمي ولادنا. نعم. في المدارس، ونحاول إحنا كأهل نسيطر على أي سلوك سلبي بيحصل لهم. وعدنا إن شاء الله إن هنعمل إنهم بإذن الله تعالى إن شاء الله إن شاء الله حلقة كده عن تنظيم الوقت إن شاء الله. ده مهم طبعا إن شاء الله. دكتورة طبعا يعني احنا كنا سعداء جدا ان احنا كنا معاكم النهارده. انا اسعد بحضرتك. الوقت مر بسرعه فعلا بجد. ربنا يبارك فيك. سوسن عشان نطلع فاصل وقت الفقره خلص. وانا بشكر الدكتور محمد عمران دكتوراه في الاداره التربويه والارشاد الاسري، وبشكر الدكتوره سمر سليمان هي برضو دكتوراه في علم النفس التربوي. كانوا معانا في الفقره اللي فاتت دي. ميرسي ليكم جميعا. شكرا لكم جدا. طيب نطلع فاصل واستنونا في الفقره اللي بتحبوها بعد الفاصل.
أصدقائي ورجعنا لكم تاني مع الفقرة اللي دايما بينتظروها بينتظروها أنا بستناها وكمان النهاردة عشان الفقرة كمان مهمة عشان برج بتاعك طبعا فلازم نرحب بشاير منورانا يا بشاير بشاير النهاردة يعني سوسن من ساعة ما عرفت إن كل برنامج بياخد الأبراج لحسابه ليه من ساعة ما عرفت ان انت هتتكلمي على العقرب وهي مستنيه ابراج المائيه برجي هو العقرب والميزان والعقرب والسرطان والحوت والحوت العقرب والسرطان والحوت لا هنبتدي بالعقرب بالعقرب انت مصمم انك تخلي العقرب في الاخر مش عارفه ليه في الاول يا بشاير هنبتدي بالعقرب بلاش كده يا جماعه العقرب داخل في مشاكل كتير الايام دي مع الناس مستنيه كده من غير ما يحس احنا عايزينه يهدى شويه لانه هو الايام اللي فاتت كان متهور جدا ومتشتت ما بين سفر وما بين السفر ضغطه قوي والله وفكره السفر اللي بتروح وتيجي عند ناس للخارج كمان غير اللي جوه البلد والتشتيت اللي هو فيه بس هو عنده نجاح حلو قوي وعنده تحقيق طموح السنه دي وعنده حاجة بيشتغلها حاجة دخل فيها هتنجح قوي هتسمع معاه ونقلة نقلة حلوة قوي السنة دي ماشي عنده ارتباط على فكرة كمان وعنده حب كده ولفلفة من السنة اللي فاتت طلع معاه من السنة اللي فاتت في ناس كانت بتفكر تبدل وخلاص هما تقريبا لقوا الشريك الجديد مش جاي منه ولا ايه فخلاص هما هيكملوا كده على حالهم وضعهم بس في ناس انفصلت اوريدي او حد ارمل او كده هيكمل المخطوبين خلاص اطمنوا هيجوزوكوا السنه دي بعد وجع القلب ده لان هو متعب جدا وبعدين ما بيقولش مشاعره بصراحه وما تعرفش هو بيبوسك ولا بيضربك بالقلم عايزين نقول له ده مش حلو كده مش انت بتلطشي في العقرب عايزين نقول له ايه ده شويه في ايه بس هو لو حبك يساعدك وهناك مش كده ولو تعب منك ولا زعل منك يتعسك يا شقاك ما عندوش وسط خالص هو زي الحمل على فكره هو يحب يكره فعلا يحب وبعدين هو بيحتوي اللي معاه عنده انتماء حلو بس هو مش عارف نفسه عايز ايه الايام دي كل اللي عايز يثبت وجوده في السفر اللي هيسافره او الشغل اللي هيعمله في علاقه ثلاثيه هو بدلها خلاص اوريدي هو واخد قرار ان هو هيبعد عنها وهينفصل بادب كده او هيهرب زي ما بيقولوا بس بقول له انت مش هتقدر يعني انت لسه ليك رجوع تاني بعد تفكير عميق للشخص اللي سبته الايام اللي فاتت ده بالنسبه للي انفصلوا وبينهم نزاع او حاجه انتوا هتتراضوا فهدوا على احوالكم شويه الدنيا دي لان انت يا عقرب مش عايز تسمع والشك برضو وحش قوي عندك اهدى حبه لان انت اتعبت اللي حواليك بالشك وبالقلق ومش غيره هي بتبقى غيره مكتومه نشوف دمرتي العقرب شكرا بشاير وحلو جميل وحلو جميل بس عايز يفهم وعايز طيب بس والله مخلص صح هو مخلص بس متعب يعني انا لما تبقى مخلص لي بتشك فيا ايه الفايده يعني لا هو ما بيشكش لما يبقى عارف ان اللي قدامه مش مظبوط شكاك هنخش على ايه بقى هنخش على السرطان يلا السرطان السرطان من الابراج الجميله جدا بس برضو هو في حاجة وحشة جدا اللي هو دايما عايز الثقافة 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 فده يعني والسياسة انا اخري في السياسة سايس جوزي الله يرحمه سايس والدتي يعني يقولي سياسة امك اوكي انا مامتي يا جماعة سياسة مامتي بس السرطان مثقف قوي طول الوقت بيتباهى بشهاداته انا عايزة اقول له انت ناجح وانت حلو وانت جميل وطيب وكله بس التعليم مش كل حاجه في ناس عايزاك تبقى على ارض الواقع انت شاطر ومدبر ومخلص وحنون وبتحتوي اللي معاك وتعبت قوي ومضغوط قوي على فكره يا جماعه عايز اقول لكم حاجه كل الابراج المائيه بتحتوي اللي معاها وبتخاف عليها يعني السرطان العقرب الحوت بيحتوي كل اللي معاه وبيحاول ان هو يوفر له الراحه والسعاده بس بطريقته في حين ان هو ممكن الشغل ياخده الحياه العمليه ان هو عايز يصرف عايز يبقى في مستوى احسن عايز يبقى في حاجه مرموقه هو واللي حواليه يحقق لاولاده النجاح فده بيخليه يسقط منه هو رومانسي جدا حته الراحه النفسيه بتاعته هو نفسه بيبقى مضغوط فبيضغط اللي حواليه من غير ما يحس السنه دي بقى بيجي على نفسه للسرطان بقى السنه دي السرطان يا جماعه هو بادئ
بالسنه صعبه شويه، بس هو من ثلاثه وطالع الدنيا تبقى معاه جميله. في حاجات جات له الايام اللي فاتت مش حلوه، او كان في ناس تعباه في الشغل او حابطينه او حاجه كده، هو خلاص الحمد لله طلع من الحته دي. في لسه معاكسات شويه بحكم برج غليس، بحكم كوكب غليس طالع معاه من السنه اللي فاتت اللي هو المريخ ده، الدنيا هتبتدي اللي هو زحل، هتبتدي الدنيا تمشي شويه وتبتدي الدنيا تبقى كويسه معاه. بقول له خلي بالك جاي لك فلوس كويسه، وعلى نص السنه كمان هيبقى هو حس بالامان اكتر وفلوسه زادت اكتر، بس هو دلوقتي مضغوط من الناس اللي حواليه في شغله او في عمله او كده. بالنسبه للبيت هو في استقرار عائلي، بس هو قلقان على الشريك صحيا ونفسيا. فانا بقول له ان شاء الله هيبقى كويس ودنيتك هتبقى حلوه، وانت ما شاء الله عليك عامل اللي عليك وزياده. الحوت يا حوت، كنت في مرحله كده زي عزله نفسيه، والحمد لله انت طلعت باللي انت فيه بفضل نفسك وبفضل ربنا قبل كل شيء، وفضل نفسك ان انت جيت على نفسك شويتين، والناس اللي حواليك بتحبك، بس انت ما كنتش لاقي نفسك. بقول لك انت الحمد لله الفلوس اللي انت خسرتها هتعوضها. على فكره يا جماعه، اكتر الابراج المائيه السنه اللي فاتت ما كانتش حلوه بالنسبه للعقرب والسرطان والحوت، صرفوا فلوس كتير والسنه دي هيعوضوا ان شاء الله يا رب. بس هم بديكي شويه يا رب. كان طول الوقت يا حرام عمال يسعى بنصرف وبس، مفيش اي حقق نجاح. لا بس هو صرف فلوس في تحقيق حاجات جايه. يعني هو كان بيبني لنفسه قاعده، فالسنه دي ان شاء الله هتستثمر. والقاعده وقعت. لا 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 خدته. لا بالنسبه ليه، بالنسبه للعقرب ما حقق نجاح كتير. هو انت بتغزي العين بقى سوسن. لا والله لا بتغزي العين، بتغزي العين. والله انا شايفه بصرف بس. انا على دراية باللي هي بتقوله. طب انت مش انت مش انا بصرف لا بس. انا ما بتكلمش عليا عشان انا عارف. هي علشان خاطر طبعا لسه وقعت. بالنسبه للعقرب هو بنى قاعده فعلا، وهو هيحقق طموح. لا هيحقق طموح ونجاح على اخر السنه. هو لسه الدنيا معاه مش ظابطه قوي. بالنسبه للحوت هو استثمر حاجه، وفاضل ان شاء الله باذن الرحمن عنده. نسيتوني اللي انا بقوله. انا بقول نلغي العقرب. عنده شغل حلو. عنده شغل حلو قوي الحوت، وعنده فلوس كويسه. هو خلاص طلع ناس كانوا شركاء معاه، ما كانوا غشين وكانوا نصبين عليه، كان واقع في حته كده مش حلوه برضو. العقرب وقع في الموضوع ده. فيا جماعه دلوقتي هيبقى في استقرار ان شاء الله في الماده، بس يعتمد على نفسه وعلى حاجته يباشرها، لان هو سابها لناس كتير قوي، فالدنيا معاه خرمت شويتين كده في الفلوس وفي الماده وفي الشغل. عايزه اقول له انت ليك فلوس حاول تطالب بيها، لو ما طالبتش بيها هتروح عليك، والايام دي لازم ان انت تقف عليها لان انت سبتها كتير قوي. فاللي عندهم الفلوس دي خلاص يعني اعتبروا ان هم كده، لو انت ما طالبتش بيها تاني اعتبروها حق ميت. عايزه اقول لك ان انت بالنسبه للحب والعاطفه، في ناس ارتبطت من السنه اللي فاتت، وفي ناس عندها ارتباط السنه دي على شهر 6 وطالع، لان هم مش مهيئين دلوقتي ان هم يرتبطوا قوي، او لو مرتبطين بيعملوا مادة عشان يفتحوا بيت. فعايزة اقول لهم ان شاء الله باذن الرحمن الايام الجاية حلوة معاكم قوي، وجاي لكم نصرة كويسة بالنسبة للفلوس، بس خلوا بالكم من صحتكم شوية، لان انتوا بتخشوا في مود كده مع نفسكم جايب لكم احباط ان لا ايه اللي هيتغير. لا الدنيا هتبقى كويسة، لان انتوا طالما طلعتوا من حياتكم الناس اللي بتخسركم هتكسبوا حلو قوي الايام الجاية. طيب بشار الشيماء حسن معنا في الاعداد بتقول لنا في حد بعت رسالة بيقول برج الاسد. برج الاسد. طب هو برج الاسد ناري عموما، بس انا عايزه اقول له يا اسد انت نزلت عن عرشك السنه اللي فاتت دي في اواخرها، وبعد كده ربنا خد بايدك شويه، انت فرقت حبيب اوريدي، وده اللي مخلي نفسيتك مش حلوه. وبتحاول دلوقتي تحقق طموحك بالنسبه للشغل او بالنسبه لحاجه. لا هو ان شاء الله باذن الرحمن انت هتثبت وجودك، واللي بعد ده هيرجع، بس انت اللي هتكون مش عايزه لسبب بسيط جدا، ان هو لما انت ضعفت وانت قوي كان بيجري وراك، لما انت ضعفت وتعلقت بيه هو لعب بيك وبان ان انت خلاص بان ان انت ملكه، فبدا ان هو يعذب فيك. بالنسبه للشغل انت بدات في حاجات ووقفت في نص الطريق، انا بقول لك كمل، لان انت كده بتحاول تدمر كل حاجه على اساس ان مشاعرك خلاص او دنيتك خلاص، مع ان انت بتفصل. فانا بقول لك لو انت ما ساعدتش السنه دي وكملت اللي انت بداته من اول السنه مش هتعرف تعمل حاجه. في ناس اتنقلت من شغل لشغل،
في ناس دخلت في مجال غير مجالها خالص. انا بقول لهم في كل الاحوال عندكم نصيب الاسد السنه دي وهتحققوا. هو من الابراج المحظوظه على فكره، هو والحوت يا جماعه برده السنه دي جاي له فلوس حلوه برده من المحظوظين. بالنسبه للعقرب جاي له سفر من بلد لبلد، واو، وجاي له عقد عمل حلو قوي كمان. اه بالنسبه للحوت، بالنسبه للسرطان جاي له مكافاه عن مجهود فات، وعنده حد على فكره ابشر بقى عارفك او في الشغل ان كان رئيس او مدير او حاجه، ده هيتنقل او هيبعد يعني ربنا يسعده ويبعده. ولا حاجه يعني الحمل اللي هو انا والله انا زيك انا القاعده كلها مش وقعت بقى اتكسرت. يا جماعه الناس اللي بتقول انت بتطلعي في كل البرامج والله العظيم ما باخد فلوس، اقول لكم اكتر من كده ايه، ما باخدش حاجه. طيب دلوقتي احنا بطلع محبه فيكم. طيب في شهر، احنا في نهايه شهر يناير وشهر فبراير هيبتدي بكره باذن الله. شهر فبراير بالنسبه لكل الابراج عامل ازاي يعني بسرعه؟ شهر فبراير يا جماعه بالنسبه للابراج الناريه هيبقى سرعه وعايزين يحققوا ذات وعايزين كده، هيبقى فيها شويه فلوس في الاول فاقتصدوهم لشهر ثلاثه لسبب. الابراج الناريه اللي هي الاسد والحمل والقوس، لان ثلاثه هيبقى معاهم حبه فوق وحبه تحت، بعد ثلاثه الدنيا تبقى كويسه جدا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ثلاثه هيبقى ما فيهوش فلوس كتير بس هيجي لهم فلوس في اثنين. بعد ثلاثه واربعه وطالع مع الابراج الناريه هيبقى حلو قوي لانه داخل على صيف وده تبع كوكب المريخ خاص بالشمس، فبتبقى الحته دي حلوه قوي معاه في الشمس بينجز وبيجي له رزق اوسع. بالنسبه للابراج المائيه ربنا هيكرمهم الايام دي وطالع يعني بعد اثنين وطالع، هم عندهم سفريات، عندهم عقود عمل جديده، عندهم مكافآت على اللي عدى، اللي هم السرطان والعقرب والحوت. يسمع من بقك راجل. بالنسبه للابراج المائيه انا بقول لكم الشتاء كان معاكم برضو السنه دي غامض شويه برغم ان انتم من مواليد الشتاء وبتحبوا الشتاء، بس انا بقول المطر، انتم بتقولوا المطر. المطر يا جماعه بالنسبه لكم انتم السنه دي كان مخدر بس مش قوي، فانتم برضو في دلو كان في حيره بالنسبه لشغل وحب، هو عملي اكتر ومش مادي، عشان في ناس زعلت من كلمه مادي. لا يا جماعه هو بيحب يبقى معاه فلوس، بيحب يشتغل، بيحب يجتهد، مش عيب انه يجتهد ويشتغل. ولما قلت تخلي بالك من اهلك شويه، انا مش قصدي على البخل، الدلو مش بخيل، الدلو عايز يثبت وجوده في كل حاجه، لا غير ولا حريص، الدلو بيحب يدلع نفسه. بس بالنسبه للبيت ما بيديش وقت للبيت، بيبقى كل وقته لشغله. الابراج المائيه الابراج اللي هي الهوائيه اكترها وقتها لشغلها لانها عايزه تعمل توازن في الماده، فانا بقول لهم كمان خلوا توازن في العاطفه، توازن للاولاد اللي انتوا بتحبوهم عشان يشعروا بالسعاده او بالخطيبه او بالزوجه. نسينا الابراج الترابيه. الترابيه بقى الترابيه سوري بالنسبه للترابيه يا جماعه السنه دي ان شاء الله باذن الرحمن هتبقى حلوه قوي، والابراج الهوائيه هتنعشكوا قوي. وبعدين بقول لكم حاجه، السنه اللي فاتت انتم كنتوا على طول في حاله احباط ولا بكره ما فيهوش حق، انا بقول لكم السنه دي باديه معاكم حلوه قوي وكويسه. يعني مثلا في الابراج اللي هي المائيه دي خدت بايدكم شويه بعد ما كانت ضغطاكم وكانت تعباكم، الدنيا معاكم مشيت كويس، الدنيا فيها انصلاح حال من اثنين وطالع. انتم يعني لا انتم قبل ثلاثه كمان ان شاء الله هيكون ربنا صلح حالكم حلو قوي. بالنسبه للابراج الترابيه. الترابيه يا رب الخير للجميع ان شاء الله باذن يعني الرحمن، وسنه جميله يعني. بشاير لو قلنا ايه قول لنا ثلاث ابراج هتبقى محظوظه الحظ هيبقى كويس معاهم ان شاء الله في شهر 2. ثلاث ابراج محظوظه، الثلاث ابراج المحظوظين لا هو في كذا برج والله بالهم. ايه والثلاثه اللي يخلوا بالهم؟ لا هو في والله اكتر من ثلاثه. هو يا جماعه السنه دي هو ان شاء الله باذن الرحمن الاسد حلو قوي، بدا من الشهر اللي فات كويس كده ولسه هيكمل يعني من اخر الشهر اللي عدى بتاع واحد ده. في الاسد، في الحمل بيجي له شغل وبيجي له عروض فلوس، هو صحيح ضاع منه حاجات، في ناس اتسرقت كمان بس هيعوض. في الاسد، في الحمل، في التور تعبان نفسيا، ده من ثلاثه بقى معلش اصبر الشهر دوت. في العقرب برضو متخبط حبه، ان شاء الله باذن الرحمن الايام الجايه ربنا هيصلح حاله، لان هو دلوقتي قصه السفر دي عامله له كعبله، او قصه الفلوس او قصه الفلوس اللي ليها عند ناس بره السفر بيتلغي متاكد كل او قصه الفلوس اللي ليها عند الناس بره عندنا عرض المدافعين في اسكندريه طالعين. العذراء يا جماعه برضو في ناس هترتبط بعد ما كانت داخله مع شريك مش مريحها، هي هتبدل الشريك لان ده كان لسه مش ارتباط قوي. وفي ناس اتجوزت ولسه بتعيد حساباتها في القديم،
فانا بقول لهم ارسلكوا على بر، لان انتوا ضغطتوا نفسكم او ضغطتوا اللي حواليكوا. ده بالنسبه للعذراء لانه مش لاقي نفسه قوي. بالنسبه كمان هو لا الجدي ولا الميزان، الميزان لسه بقول. طب يلا بالنسبه للميزان يا جماعه، الكفتين هيظبطوا معاك الايام الجايه، ودي طبعا نادره قوي. الحمد لله الضغوط اللي عليك خلصت خلاص. الناس اللي كانت تعبانه في حياتك ربنا شفاها وعافاها. انت نفسك كان عندك حاله نفسيه مش قد كده، والحمد لله ربنا هياخد بيدك. عندك فلوس الايام دي واستثمارات، لان انت كنت عايز تقف على ارض صلبه. طبعا. بالنسبه للماده عليك فلوس هتتسد على فكره. بالنسبه لل الجوزاء والجدي، بالنسبه للجدي يا جماعه، انت الايام دي راكن الحب على جنب، انت بتحب بس عايز بقى تحقق نجاح يا مع الزوجه يا مع الحبيب. فانا بقول لك في حاجه حلوه قوي جايه لك السنه دي من عند ربنا هديه. انت كنت طول عمرك بتحلم بثروه والناس تستغربك، لا انت بقالك 17 سنه مستني السنه دي وما كانتش جت خالص. السنه دي فعلا فيها فلوس حلوه وربنا هيعوضك خير خير خير. الجوزاء، الجوزاء انت يا جوزاء قعدت بتاع 8 سنين كده في كعبله، وهي تقريبا من 2014 بالظبط، خدت 6 سنين، رجعت سنه حلوه بعد كده الدنيا اتكعبلت تاني. عايزه اقول لك الايام دي في ناس جابت عربيه جديده، في ناس جابت بيت جديد، في ناس مش عايزين نقول زوجه جديده. طب لا يا ناس بقى ليه، في ناس كتير والله السنه دي جابت حاجات حلوه. الحمل جاب بيت جديد، الكوس دخل شغل جديد. طب انا مش هجيب عربيه جديده، انت بس ارسي في موضوع السفر ده يا ريت. في ناس، في يا جماعه لخبطتوني كنت بقول في ايه، احنا كنا في الجوزاء. الجوزاء السنه دي ان شاء الله باذن الرحمن الحلقه باظت، جاي لكم حاجات كويسه قوي، جاي لكم شغل، جاي لكم في موضوع مش لازم تمضوا على طول فيه، او قرار لازم تاخدوه بتريش شويه على فكره. هو والبرج الاسد، وفي برج تاني اللي هو زي الميزان والقوس، دول هيجي لكم عقود جديده، لازم تقروا البنود الاول قبل ما تمضوا عشان تحطوا شروطكم. تمام ان شاء الله. ان شاء الله الحلقه اللي جايه هنكمل على الابراج الترابيه اللي لسه ما قلناهاش. سوسن ما ننساش، احنا كنا عايزين نتكلم قبل المسابقه. احنا طبعا لما بنروح مطعم تجور بنتعشى هناك او بنتغدى او كده، ما بتاخدونيش معاك. اخر مره تعشيت ما بتاخدونيش، افضحوني اتعشيت يا جماعه في مطعم تجور، بس الاكل حلو قوي بجد. بس وانا بتعشى لا وكلت كمان، لا اكلت فراخ مشويه حلو قوي على الجريل بجد يعني، وكلت معاها ايه كمان، وكلت سوتيه حلو قوي. عايزه اقول ان وانا بتعشى كنت بستمتع جدا بان انا بسمع طرب حلو قوي في المطعم، يعني كنت بسمع فايزة احمد ونجاتي الصغيره وشاديه، وطبعا الست ام كلثوم وانا بعشقها يعني. وطبعا سمعت برضو محرم فؤاد وعبد الوهاب، وسمعنا مطربين كتير قوي. احنا عايزين سؤالنا اللي هنقوله النهارده عن مطعم تجور، يا ترى ايه المطرب المفضل اللي دايما بنسمعه واحنا قاعدين في مطعم تجور؟ انا ما اعتقد ان هي جاوبت السؤال، فاي اجابه من اللي قالتهم ابعتوا لنا على الواتس اللي بيظهر على الشاشه حالا، وبنتمنى على طول ان انتوا تبقوا معانا، لان الحلقه اللي جايه ان شاء الله اللي بعديها هنعلن اسماء الفايزين الاربعه، لان في كل حلقه بنقدم جايزتين، الجايزه الاولى 250 جنيه للفايز، والجايزه الثانيه دعوه لعشاء الفردين، دعوه لعشاء الفردين. ان شاء الله ان شاء الله انتظرونا الحلقه الجايه، هنتكلم مع بشاير عن الابراج المائيه الترابيه. الترابيه الترابيه الترابيه. ما انت الحلقه باظت يا جماعه. الابراج الترابيه طبعا انا كنا سعداء جدا 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 معاكم. انا كنت سعيد ان بالفنانه سوسن. فنانة سوسن صباح الخير. صباح الخير يا محمد، انا اللي ببقى سعيده ان انا معاك. سعداء بيك يا بشاير، نورتينا. انا سعيده بيكم والله، سعيده جدا ان انا معاكم، وصباح الخير عليكم. صباح الخير، صباح السعاده يا جماعه.